ما التطبيع وما حكم من طبع مع اليهود؟ المشكلة في التطبيع هنا يعني فيه أمور، ليس التطبيع أن أنت ترضى بهم، ده أنت ترضى بهم بيعا وشراء وتبادل ثقافات ورضا بما هم عليه من المنكرات. ده معنى التطبيع، أنك بتجعله يعني تقبله في كل هذه المهاترات، في كل هذه النواحي. لكن إذا قلنا بأن المقصود المعاملة التجارية والبيع والشراء، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، يهود خيبر، في هذا الباب. لكنهم يقصدون بالتطبيع هو إسقاط هوية المسلمين، إسقاط هوية المسلمين وتمييع الأمر تماما، حتى لا يكون هناك فواصل دينية بينكم، وأن ترتضي بالآخر، وأن تتكلم بألسنة العلمانيين الأديان الثلاثة، وأن ترى لا فارق بينك وبينهم دينا، وأن تعليم الدين عندهم أنت تقبله وهم يقبلونك. لذلك يضعون المحراب والكنيسة والثالث اللي هو المعبد، ولا اسمه ايش، لا عندهم البيع صح، وبعد ذلك المعابد البوذيين، وانت شأنك ان تقول كل ايش على خير، وهذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. فهو لن يرتضي منك الا ان ترتضي بدينه، لن يرتضي منك بذلك، وهو لا يرضى عنك الا ان تنسلخ عن دينك وترضى بدينه. وهذا ليس من كلامنا، قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وش قال بقى؟ قال ها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى. هذا اصل اصيل في هذا الباب، فلا يجوز. صاحب الهاتف تفضل. ده اذا قلنا بانهم يريدون بالتطبيع ذلك، وهذا الذي يريدونه حقا.